مش بس لمسة من حبيب، وفي لمستك إحساس غريب، مش بس لمسة من حبيب. دي حاجات بتسرق من الوجود حنيته، ومن الشجر والورد لونه ورقته، ومن نسيم ريحة هوا، ومش شفايف ألف ومش شفايف ألف قلت عنك طيب من الزمن الجميل، وما قالوا لي إنك بشر أنا قلت طبعا مستحيل. هم البشر ليهم عيون بتشق تحت بشر ولا حد نازل من القمر. دي حاجات ما تعملهاش بشر ولا حد نازل من القمر. دي حاجات بيسحبها القدر من نور على فكرة. انت شطار، انت قلت شاكك دي في الراجل الوحيد اللي واقف جنبي، ومش عايزك تشغل الزفت ده. انت فين؟ انت فين؟ انت مين؟ انت عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ انت حيا حيا ولا بتهيألي؟ انت ايه؟ انت مين؟ انت فين؟ فين؟ انا مش قادر اعرف ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل انا معاك يا الف سلام عليك. مش هتسيبها يعني يا دكتور؟ يا بنتي افهمي. على فكره بقى انا فاهمه كل حاجه، بس انت اللي مستخف بعقلي. تاني يا رباب هنعيده تاني؟ ايوه تاني يا شريف. انت زمان قلت لي انك مستني لما هي تاخد فلوس ابوها وتكسر وراها زير. دلوقتي بقى اعتبنا في الحجه الجديده، وطبعا مش هسيب الفيلا مكام مليون. يا الفيلا تستاهل التضحيه، بس مش هي دي اللي عليها الحوار. امال الحوار على ايه بقى ان شاء الله؟ على صاحب الفيلا. اوعى تفتكري جابر الكومي يخلص القضيه كده وخلاص وهيخلع. لا، انا عندي معلومه مؤكده انه مجهز لها عقد عشان تمضيه. عايز يشغلها مستشاره قانونيه لكل شركاته. ان شاء الله يعمل لها عقد جواز وياخدها لنفسه ونخلص. انا مالي ومال القصص دي؟ مالنا ازاي بس يا ابو الغباء انت؟ يا بنتي، انت عارفه جابر الكومي ده بيشتغل ايه؟ مش مجرد رجل اعمال، دا
ده عنده اكبر 3 مستشفيات في مصر. يعني يا دوبك اول ما كارما ان شاء الله تمضي العقد ده هتاخدني من ايدي وتدخلني الجنه ونعيمها واعيش بقى، قصدي نعيش يعني احنا الاثنين. ما انت هتبقي معايا، انت معايا في كل حته، حتى لو اشتغلت في لندن كلينيك انت معايا. اه، وافضل انا بقى المساعده بتاعتك وتقعد تعمل النمره اياها وتهزقني وتشتمني قدام الناس وهي حرم الدكتور مدير عام الجنه ونعيمها. يا ستي اصبري لحد ما نخش بس الجنه ونعيمها الاول وبعدين يحلها الف حلال. انا عارف هعمل ايه، انا هعرف اطفشها من الشغل ازاي، هخليها تغور في 60 داهيه ازاي وانت بتقول ان هي لازقالك؟ كارما مفاتيحها كلها في ايدي، انا اللي بحركها يمين وبحركها شمال وهعرف امشيها ازاي. انا كمان مش هخليها تسيب الشغل وتمشي، لا انا هخليها كمان تديني مفاتيح الفيلا دي هديه. بنت ما تلاقيش، كل شيء مدروس، انا عارف بعمل ايه. انا عايزه امشي من هنا، انا لازم اسيب البيت ده. ايوه لازم اسيب البيت ده، تعالي نلم حاجتنا ونمشي. طب والفيلا ذنبها ايه؟ ذنبها ايه يعني ايه؟ بعد كل اللي قلته لك، بعد كل اللي حصل لي. تعالي بس اقعدي اقعدي. العفريت ده مش شفتيه في التاكسي وفي المكتب وهتلاقيه جنبك في السينما، يعني الفيلا ملهاش ذنب؟ ملهاش ذنب ازاي؟ انا ما شفتش وشه وخلقته غير لما دخلت البيت الزفت ده. انتي ما شفتيش خلقته غير لما خدتي القضيه السودا دي. قضيه؟ قصدك ايه؟ يعني ايه؟ قصدي ان هي هواجس، هواجس وبتطردك من ساعه ما قبلتي القضيه. مش هواجس، مش هواجس يا داليا، انا مش مجنونه. تعالي بقى اقعدي بقى. ايه ده؟ ايه؟ ايه؟ في ايه؟ بتشربي سجاير ولا انا بتهيألي؟ اهو شفتي؟ اهو حقيقه هو كان قاعد على الكرسي ده وبيشرب السجاير ده. شفتي؟ يعني انا مش مجنونه، مش مجنونه. طب انا خلاص انا اطمنت عليكي وانت زي الفل وكلك عقل، امشي انا بقى. هتمشي تروحي فين؟ انت عايزه داليا تسيبيني وتمشي؟ ايوه، ما انا كنت جايه اثبت لك ان العفريت ده وهم، رحت انت اثبتيني ان العفريت ده مش وهم ما شاء الله عليكي، فانا اتكبست فانا لازم امشي. سلام عليكم. انت مش هتمشي من هنا، هتقعدي هنا وهتبقي معايا كمان. ابط. ايوه انت مش قلتي لي امبارح ان انا مش هسيبك مع العفريت لوحدك؟ يا حبيبتي يا كارما انت كنت لسه عايزه تلمي هدومك بتقولي يلا نمشي. مش هلم هدومي ومش همشي، والله العظيم ما انا ماشيه قد ما افهم ايه الحكايه. وبدل ما تاخدي سرير واحد في العباسيه خدي اثنين بقى يا دليل، خدي اثنين، ما انا لازم افهم. ايه يا رباب؟ في ما لحقتش انام ساعتين على بعض. ديليتد فيكسد. متأكدة؟ تعالى شوف بنفسك. فين؟ العناية مركزة، يلا بسرعة بقى مفيش وقت. طيب تمام، انا جاي على طول. ما شاء الله انت خلاص بقيتي دكتورة. عيب عليك، ده لولا قصر الايد كان زماني بقيت رئيسة الاسم بتاعك. مش قوي كده يعني؟ لا قوي ونص كمان. طب يلا يلا، مش وقته، يلا. لسه ما حدش ظهر؟ لحد دلوقتي ما فيش، كمان شوية ما وعدكش. طيب والواد اللي معاه؟ واضح كده ان الواد ده كان واخدها في سكه شمال وخايف يعمل اي اجراء لحد من اهلها يعرفوا ويفرموه. يا عيني ده في ورطه فعلا. ما انا صعب عليا قوي يا دكتور. طيب جهزي انت كل حاجه وانا هروح له اطمنه على الاخر. او النبي يا دكتور استر عليه، استر عليك ربنا، ده الواد باين عليه غلبان قوي ومش حمل الفضايح. فضايح؟ فضايح ازاي يا دكتور؟ هو ايه اللي فضايح ازاي؟ انت اهبل يا ابني، انت عامل حادثه بعربيتك ودمرت البيت الغلبانه دي معاك وجبتها وجيت لحد هنا رافض تقول هي مين ورافض تبلغ عن الحادثه. اصل انا ما اعرفش هي مين، انا كنت ماشي بعربيتي وفجاه طلعت قدامي كده على الطريق، رحت دخلت في الطريق لغايه اللي جنبي. لا حول ولا قوه الا بالله، ماساه فعلا. يعني ده جزاتي ان انا ما رضيتش اسيبها تموت في الشارع وجبتها لحد هنا؟ اي حد غيري كان ممكن يدوسها ويجري. بص يا هيثم، واضح انك انسان طيب فعلا، بس طيبتك دي موصلاك لدرجه الهبل. يا ابني افهم،
بربريز اي عربيه لحظه التصادم بينفجر جوه العربيه مش براها، والبت وشها كله متجرح من الازاز، ده غير ان في نزيف في المخ عندها، ده نتيجه خبطه راسها في تابلوه عربيه سعادتك. على فكره الطب الشرعي في 5 دقايق ممكن يثبت الكلام اللي انا بقوله ده، ده غير كمان ان عينه الدم اللي سحبناها من سعادتك فيها نسبه مخدر مرعبه. لا يا دكتور انا ما بشربش، انا كنت يا هيثم. خلاص خلاص كلنا شباب وبنغلط، وانت برضو شاب وعايز تعيش حياتك، بس ما ينفعش تحط نفسك في جنايه زي دي. جنايه؟ اه طبعا جنايه. وانت فاكر ايه اللي انت فيه ده؟ مخالفه مرور؟ ده انت عامل حاسه بعربيتك، يعني قتل خطر وسكر وبلاوي زرقاء. وبعدين انا ما اقدرش ادخل المريضه اوضه العمليات من غير ما اخد الاجراءات القانونيه. ابوس ايدك يا دكتور، ابوس ايدك، انا كده هتدمر، انا كده مستقبلي هيضيع، انا امي لو عرفت هتروح فيها. طب افهم بس، افهم واسمع كلامي، هات اسم البنت، بياناتها، هات بطاقتها عشان اقدر اساعدك. انا معايا بطاقتها اهي اهي، بس صدقني والله ما اعرف يا مين دي بنت، استعرضت عليها في نايت وسهرنا شويه وبعدين قلت اروح اكمل السهره في شقه واحد صاحبي وحصلت المصيبه دي. معلش يا هيثم، لا مصيبه ولا حاجه، ان شاء الله كله هيتظبط، بس انا عايزك تعرف بقى ان اللي حصل لك ده درس لازم تتعلم منه. هتعلم والله يا دكتور، والمصحف ما عملها تاني، بس ارجوك قول لي الحل ايه دلوقتي. الحل انك تهرب، اعمل نفسك دلوقتي انك رايح الحمام ولا حاجه واخلع بره المستشفى خالص. كويس انك ما كتبتش بياناتك وانت داخل، وانا ربنا معايا بقى، احاول انقذ الغلبانه دي من شبح الموت. ربنا معايا. أعملك ميه بسكر؟ مش قادرة. حلم ده ولا ايه؟ فهميني. كابوس 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 يا داليا. شفتي ايه؟ قوليلي شفتي ايه؟ شريف يا داليا، شريف واخدني ومنيمني على سرير عمليات وجايب مشرط وبيشرح في جسمي لغاية ما خد قلبي وطلع، وانا بقوله ليه يا شريف؟ ليه حرام حرام؟ ليه بشع بشع والله بشع. استغفر الله العظيم يا رب. لا لا لا، ده كابوس ده ولا فيلم رعب؟ بس يا حبيبتي بس لله. استغفر الله العظيم. بس اشرب يا حبيبتي. بس مش قادرة. لا اله الا الله. لا يا بنات لا، ده وضع مش طبيعي، ما يتسكتش عليه ابدا. يا سلام، شفتي الاضافة؟ احنا عارفين يا خالتون وضع مش طبيعي، امال انا جايه لك ليه؟ مش حضرتك بتفهمي في تفسير الاحلام؟ ممكن تفسري لي وتفهميني ايه اللي بيحصل ده؟ يا حبيبتي ده مش عايز تفسير، ده مفسر نفسه زي عين الشمس. ايوه هتقول لك حسد وعين مدوره وعين مقوره. بس يا اختي يا ام سنين، يا ريته حسد ولا عين مدوره، ده اكتر من كده 60 مره. اكبر من كده؟ اكبر من كده يعني ايه؟ يعني مس مس. امال انت فاكره ايه؟ ده خادم ومسك يا كارما، مفيش كلام. خادم مسني؟ خادم يعني ايه خادم؟ يعني جن ومسك فيكي يا حبيبتي وعمال يرازي فيكي من ساعه ما دخلت الفيلا عشان يطفشك. قلت لك بلاش السكه دي يا سوس، اشربي يا حبيبتي اشربي. استني بس يا دالي، خليني اجمع واركز كده. انا فعلا من ساعه ما دخلت الفيلا دي ودافنشي بيكرهني فيها. اكيد انتوا مش بتقولوا ان الفيلا دي مقفوله بقالها سنين؟ ايوه جابر كومي قال كده، وقال انها عزيزه عنده قوي، مش بيبيعها لحد غريب. كداب ابن كدابه، ده هو عارف انها مسكونه وتلاقيه باعها مره واتنين والناس رجعتها له تاني، طفشوا من اللي شافوه فيها. والله ما ممكن يكون منطق، يعني منطق؟ منطق مين يا عدمه المنطق؟ انت هتلغي عقلك وتمشي ورا الهري ده يا كارما؟ وانا يعني العقل فادني في ايه؟ ما انا فضلت وراك اهو، عقلك البطن يا كارما، بالحبوب المهدئه، بتتفرجي على سينما وخيالك واسع. ما انت شفتي بعينك يا داليا، شفتي السيجار. انا عارفه ان الفزوره صعبه،
بس مش لدرجة إن الفيلا مسكونة. طب وانتي تفسري بإن جابر الكومي دي الفيلا دي مقابل قضية واحدة مهما كان حجمها، وكمان يسافر تاني يوم هو وابنه ويقفل كل تليفوناته عشان عارف إنها ليلة سودة ومش هتعدي على خير، وعارف إنك هتقومي الصبح ترجعها له وتطلبي حقك بنكنوت. حتى التابلوهات وكل حاجة سابها زي ما هي، هياخد إيه من فيلا زفرة زي دي؟ أيوه انتوا عايزين تفهموني إن جابر الكومي وفر أتعابك في فيلا مسكونة صح؟ هو يا بنتي ضرب عصفورين بحجر، هي الحدايه بتحدف كتاكيت. انا ابتديت اصدقك يا خالته، ابتديت اصدقك، بس الحل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ مفيش غيره عفريت الدقي. الدقي؟ ايوه الشيخ عصران ده يا كرمة بيعمل عمايل، ده لو مارد من جهنم هيركع قدامه يقول له امرني يا شيخ عصران. حرمت حرمت يا شيخ عصران، حرمت. كذاب كذاب في اصل وشك، وانت عارفني كويس، ولو ما كنتش عارفني روح اسال اسيادك. عارفك يا مولانا عارفك. يبقى لازم تعرف اني ما بكرهش في حياتي غير الكذب والملاوعه، وانت لا حرمت ولا عايز تحرم يا مطرش. مطرش ان اللي عليها اسمه كده. يا سلام، اصل كل اسمهم يظهر تبقى غريبه زي دافينشي. لا لا يا مولانا، انا مش مطرش. لا لا، انت مطرش، ودي تاسع مره تكذب عليا. لا، وترجع لي بمصيبه زي وشك. لا يا شيخنا، لا لا، انا مش مطرش كده. أيوة. انت مطرش. لا انت مطرش. لا لا يا مولانا، انت مطرش. لا يا مولانا، انا مش مطرش. انت مطرش. حرام عليك، انت مطرش. حرام عليك يا مولانا. حاضر. انا مش مطرش. اشرب اشرب بقى وسمعني صوتك. سمعني صوتك يا ملعون. تاسع ملعون. الكلام ده تقول للشيوخ السوي اللي مسلطينك، لكن انا لكن انا ما يتقليش لا يا مطرش. اخرج. شاهدين شاهدين يا نسوان، المرة الواطشه بتعمل لي عمل عشان تخطف جوزي. شاهدين شاهدين والله يا حاجة، وهنقطعها لك. خد يا بنت، مش خسارة فيكي. لا احنا هنستنى، واحنا جايين الجلسة الجاية هنفك العمل كله، وساعتها بقى هنطردها من حرب الجزمة القديمة. يا عينك يا شيخ عصران، ويقويك عليا وتشفيني يا راجل يا واصل. يا رب. مش قوي كده يا حاجة سعاد، دي قدرة المولى عز وجل مش قدرة البشر. بس انت شفت ناس كتير بقدرة لا إله إلا الله. ونعم بالله، بس الحكاية واضحة مش محتاجة تفاصيل. يعني حضرتك مش محتاج تعرف مني حاجة أو أشرح لك اللي حصل لي أو كده؟ كله هو شارح نفسه وكاشف وشه جوه عينيكي. عينيا؟ اللي بيظهر لك يا أستاذة مش وهم ولا تهيؤات ولا عفريت من عمار المكان زي ما قالت الحجة. أمال إيه ده يا مولانا؟ ده جن عاشق. عاشق؟ وقع في غرامك من أول نظرة، وده أخطر خدام المعشر، لأن اللي بيعمله مش بإيده. أمال بإيد مين؟ الحب، سلطان الحب يا أستاذة، سلطان الحب بيدمر قلوب البشر، فما بالك بقلوب الجن والعفاريت. اوعى تصدقي. ايه؟ انا سامعه بيقول لك ده كذب، ده خريف. اوعى تصدقي الكلام ده، ولو صدقتيه انت حره. انا مش مصدقاه، مش مصدقاه خالص. انا مصدقك انت يا شيخ سعران، قصدي يا شيخ عصران. عصران؟ طب والعاشق ده هنمشيه ازاي وهو واقع لشوشته؟ بالحرق. حرق؟ لا يفل الحديد، لا يفل الحديد. الحديد
ونار العشق ما يطفيهاش غير نار جهنم. ممكن اعرف بس يعني نار جهنم دي تطلع ايه بالظبط يعني؟ قولي له قولي له قولي له ما تخافش ما تخافش ما تخافش يا اخ دافنشي. ايوه دي لسعه بسيطه لسعه بسيطه حدويك من نار العشق. ايوه ايوه حدويك. قولي له كمان احنا هنيجي لحد عندك لحد بيتك لحد المكان اللي عشقت فيه. الله الله الله. بسم الله الملك الحق الدائم القديم الذي ملأ نور وجه الأكوان وأمدها بقوة جذبه هيبة سلطانه على كل ملك وجني وإنسي وشيطان وسلطان فخافته جميع المخلوقات. أقسمت عليكم أيها الأرواح الروحانية العلوية والسفلية وخدام هذا العهد الكبير أن تجيبوا دعوتي وتقضوا حاجتي بقلب الخادم دافنشي العاشق المفتون. اتوني به في الحال اتوني به في الحال. بعزة براتي براتي كرير كرير تكلي تكلي توران توران بسجل بسجل مسجل مسجل تركب 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 تركب. اتوني به في الحال بحق هذا العهد بحق هذا العهد المأخوذ عليكم يا خدام هذه الأسماء. أخرجوا العاشق العاصي دافنشي الملعون من جسد المعشوقة الملبوسة التائهة كرمة بنت هنية. أخرجوا الآن أخرجوا أخرجوا ومش هخرج مش هخرج. فين يا كرمة؟ اهو يا مولانا اهو اهو واقف قدامي قدام الله اهو بيكلمني. شيخك عاجز يا كرمة لا يشوف ولا يسمع ولا يقدر يبعدني عنك ومش هاخد. كلمك يا كرمة؟ ايوه بيقولوا انت مش هتقدر تبعده عني. عزمت عليك يا عدو الله وعدو نفسك ان تخرج منها بسلام. مش هخرج مهما كانت عزمتك ومهما كانت قوتك مش هخرج. عشقتها والعشق كواني وعزمتك مش قد جناني. عشان خاطري عشان خاطري يا دافنشي ابوس ايدك. يا نهار اسود دي بتكلمه بتكلمه. اعوذ بالله اعوذ بالله اللهم استرها معانا يا رب. انت تخلصي خالص يا كراميلا تخلصي. بعد جزاتي ده جزاتي احبك تدمريني؟ دافنشي انا خايف عليك والله. خايف عليا تجيب الكلب ده علشان يحرقني؟ طب مش هخرج. ما هو انت لو خرجت مش هيحرقك. مش هخرج مش هسيبك يا كرمة. رد يا كرمة. مش هيخرج ومش هيسيبني. اخر فرصة يا ملعون اخر فرصة يا ملعون اخر فرصة يا ملعون. قدامك العيش والملح قدامك العيش ملح وقدامك حرق النار. كل يا دافنشي كل كل يا دافنشي كل عيشك وانقذ روحك واخرج منها بسلام. مش هخرج روحي معشوقه في روحها لو خرجت هاخدها معايا. خدي بقى ويقتلني. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ابوس ايدك ابوس ايدك يا شيخ عسرا البنت هتروح مننا والنبي. هاي هاي الله الله. اقسمت عليك أقسمت عليك أيها الرمل بالواحد الحي خالق كل شيء. اسكت. أقسمت عليك أيها الرمل بالواحد الحي حي حي ومنجي كل صالح من الضلال. انزل بنارك على ظهر دافنشي حي اكويه لكي اكويه لكي عند كل ميت وحي. احرز دافنشي الملعون
الله عليك يا أستاذة، أنا مش عارف أقولك إيه، أنت خلصتيني من أسود كابوس في حياتي. عادي يا ناصر بيه، غيرك شاف كوابيس أسوأ من كده بكتير وراحت الحمد لله. طب قوليلي أعمل إيه عشان أديكي ولو جزء بسيط من حقك؟ حقي كله يا ناصر بيه، أنا ما باخدش لا جزء ولا ربع ولا بتصدق بأتعابي. الباقي المبلغ المتبقي عندك يوصل في حسابي قبل ما أنا أوصل مكتبي. على فكرة اوعى تفتكر ان الحكم اللي صدر ده نهائي. 24 ساعة وحيلك القضية بورقة نقد بربع جنيه. ياه للدرجة دي؟ تحول غريب يا باشا. اتغيرت 180 درجة. بقى عندها استعداد كامل تقبل أي قضية مهما كانت الشبهة اللي فيها. أمال فين بقى النزاهة والشرف والضمير المهني؟ في التلاجة يا باشا، في التلاجة. اتغلف والكيس واتحط في تلاجة العز والنجاح. وبيني وبينك التمن اللي انت اديتهولها مش قليل. ده اول ما باتت في الفيلا مخها ضرب، جات للمكتب وكانها راكبها 100 عفريت. بصراحة ربنا انا كنت عارف ان العفريت ده هيطلع لها من اول ليلة، عشان كده انا اختفيت من قدامها وقفلت تليفوناتي وانا مسافر. آه صعب عليا يا باشا، ايه الفزورة العجيبة دي؟ سيبك الفزورة دلوقتي يا عاطف، المهم ان هي تفهم ان حالة الاستبياع اللي هي فيها دي مش دايمة ومش دي نهاية المطاف. ازاي يا باشا؟ يعني ده مجرد كاس ويسكي شربته من كتر اليأس. شربته بقى عشان تغيب شوية على الوعي وتنسى الألم. الكاس ده احنا عارفينه كويس يا عاطف، أوله مر على الأم وتقول لا أنا مش عايز أشرب تاني وبتاع، تماما زي ما حصل لها في أول يوم ليها في الفيلا. بس بعد كده هتأيس ومش هتلاقي أي حل، فحد يشرب تاني وتالت وهتتطوح وتعمل أي حاجة. وأول ما تروح السكرة الفكرة بتيجي في ثواني، ترجع ريمة لعادتها القديمة. يخرب بيت كده. طب وإيه الحل في الحكاية دي يا باشا؟ الحل بقى إن الزبون يفضل على طول سكران. بس بقى لا مؤاخذة يا عاطف، الويسكي اللي عندك ما يكفيش المهمة دي. ما تقلقش هي برضو هتفضل تحت رعايتك. مفيش قلق يا باشا، اللي عندي عندك وحاجتي حاجتك. بس هو الخوف ان العصفورة تهرب وتروح لعش تاني ونغني كلنا بقى طارت يا نينا عند صاحبها والحاجات دي. لا لا لا، من ناحية دي اطمن، انا مجهز لها عاد هيصطلها بالميت 10 سنين لقدام، وحفل التوقيع عندي في الفيلا يوم الخميس. الله، ده انت مرتب كل حاجة من بدري بقى يا باشا. من بدري وبس، انا من يوم قضية زياد وانا موصلة على كادو ما حصلش. بس بقى المجنون اللي بجهاز الهدية دي معطلني لغاية دلوقتي مخلصهاش. مين المجنون ده يا باشا؟ هو أنا منجد يا كومي؟ ده أنا فنان. فنان؟ يعني مادتي هي روحي، مش ريشة وألوان وشوية ورق. يا عدنان ارحمني الله يخليك، أنا مديلك صورة البنت دي بقالي شهر وكل مرة بتسمعني نفس الكلام. خلاص خلاص يا كومي، ما تفصلنيش بقى، تعالى خدها يوم السبت. لا لا لا، سبت ايه؟ انا حددت الحفله الخميس ومش هتنازع عن الميعاد ده خالص. الله، وانت ايه اللي خلاك تدي ميعاد من دماغك يا جاب؟ يعني كنت هستنى اذن من سعادتك ولا اعمل حفله لابني بعد براءته بسنه؟ يا عدنان يا عدنان، انا لو اديت الصوره دي لاي حد من العيال اللي بيرسموا على الرصيفه دول كان خلص الموضوع ده في ساعه زمن. قصدك ايه يا جابر؟ انت بتسويني مرسمين الشوارع؟ رسامين الشوارع زي عدنان السمري؟ طب اسمع بقى يا جابر. لا 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 يا سيدي، لا هسمع ولا هنطق خالص بعد كده. انا اسف يا بروف، اسف اسف، لساني طويل غصب عني، اسف. على فكره يا جابر، انت من يوم ما اتعلمت البيزنس ولغوه الفلوس وانت اخلاقك بقت واطيه قوي يا كومي. معاك حق، بس برضو انا مش فاهم انت اتاخرت في اللوحه دي وخدت فيها الوقت ده كله ليه؟ وعشان خاطرك، عشان خاطرك يا جابر وخاطر المحامية بتاعتك، عشان تشوف لوحة جميلة فيها فن راقي، ده غير اسم عدنان السمري لما يتحط عليها، غير رسامين الشوارع. يعني شكلك هتوريني معجزة. ها طب بص كده عشان حبيبك. تعالى يا جابر، انت عارف كويس قوي ان انا محدش يشوف شغلي قبل ما يكمل، حتى لو ناقص فيه ريشة واحدة، فاهمني؟ ايه يا بنتي؟ لازمته ايه بس الموشح الهندي ده؟ لازمته ايه؟ هو انت مستشويه المبلغ اللي انت اديتهولي ده يا كارما؟ يا حبيبتي الحمد لله، انا عندي قد المبلغ ده 5 مرات، ممكن بقى تقولي لي هعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ يا بت
يا بنتي ده انت محتاجه كل قرش دلوقتي، انت داخله على جواز. لا يا دودو، بصراحه بقى اللي عايز يتجوز يدفع. شريف لازم يفهم كده، وانا كمان مش عايزه شريف يعرف ان اتعابي وصلت للحجم ده. يا سلام، هو انت مالك يا بنت بقيتي جبروت كده ليه؟ اهو بعمل بنصيحه الاخ دافينشي الله يرحمه، بستنصح شويه. يا نهار اسود على دافينشي واللي جابوه، هو انت لسه بتفكري في الملعون ده؟ طب والله كانت مونسني ومالي عليا البيت، مش احسن ما بيسالش عليا بالاسبوع ويسال عليا بالقطاره؟ طب تصدقي بالله ونعمه بالله نصره الحب اللي شفتها في عيد العفريت ده وهو بيتحرق ما شفتهاش في عيد شريف من يوم ما عرفته. تصدقي بالله انت ابوكي لو كان سمعك دلوقتي لكان حرقك انت وعتق العفريت ده لوجه الله. بابا عندك حق يا دليل، الله يرحمه. الله يرحمك، ربيتني على أوهام غريبة، حق وشرف وعدالة خلاص ما بقى لهاش وجود. زمن الأنبياء انتهى ومش هيرجع، لا في عدل ولا حق ولا معجزات. أنا كل الناس دلوقتي بتسقفلي، واللي أنا بعمله هو الصح. هي فين؟ راحت فين يا ماما؟ فرشة الاسم بتاعي التلياني الـ 24 كانت تحت. معرفش انا، معرفش هي فين. امال مين اللي يعرف؟ مين اللي شالها يعني؟ عفريت؟ عفريت هو في عفريت يستجري يجي هنا في وجود سعادتك؟ مع الخفة. فين بقى؟ خلصي ليش عرفني؟ انا اسفة قوي قوي. هي شبكت كده وانا طالعه، كانت في ايدي اهي. انا اسفه حبيبي. مش عيب. استنى دافينشي، دافينشي استنى بس. نعم دافينشي. نعم لو سمحت يا استاذ دافينشي. افندم انا بس عايز اسالك سؤال. نعم. واحد بس حضرتك. اتفضلي. هو انتوا عندكم يعني في معشر الجن والعفاريت والحاجات دي كده عادي يعني ان انتوا تتحرقوا وتموتوا وبعد كده ترجعوا تاني كده عادي برضو يعني مفيش مشاكل خالص يعني ولا ايه؟ سؤال فعلا مهم قوي. اه طب معلش، طب تسمحي لي انا بسؤال الاول؟ اه طبعا اتفضل حضرتك اسال. انتوا عندكم في معشر الانس والبني ادمين وكده الهبل ده عادي صفه منتشره كده؟ طب ليه كده حضرتك يعني؟ ليه الغلط ده؟ على فكرة أنا ما أقصدش أي إهانة. أو لما حضرتك توصفني أنا بالهبل تبقى مش إهانة؟ لا. ما يبقاش إهانة. عارفة الإهانة إيه؟ لما واحدة تتربى على إيد مستشار محترم دكتور في القانون الجنائي قلمه ما كتبش حكم منحرف وما حطش إيده في قرش حرام وتيجي بعد كده هي تكمل مسيرته بالنحكشة في ثغرات القانون علشان تاخد احكام البراءه للمجرمين والحراميه. ما تبقاش دي اهانه اكبر من الهبل؟ ها؟ طيب بلاش. لما واحده تكبر وتتعلم وتقرا في كل ثقافات الدنيا وتبقى واحده من اشطر محامين جيلها وبعد كده تسلم نفسها لنصاب نصاب رسمي يقوم يضحك عليها بايه؟ بشويه كيمياء وعزايم سوريالي. ده والنبي ما بقاش هبل. مش نصاب اسرار، ما نصبش عليا. انا شفتك فعلا بعينيا دي وانت بتتحرق قدامي. بجد والله؟ ايوه فعلا شفتني وانا بتحرق؟ ايوه يا دافينشي شفتك وانت بتتحرق قدامي. قولي والله انت شفتني وانا بتحرق قدامك؟ شفتك فعلا؟ ايوه كنت بتتعذب. طب يعني خليكي معايا بقى.
تركز. اوه جلا 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 وهوبا. ابقى ادي والنبي لخطيبك شويه الرمله دول، خليه يحللهم في المعمل بتاع الكيمياء بتاعه ويقول لنا بعد كده ايه الاخبار. هي كيمياء ودجل مش عاوزه حد تتحسب قدامي وتصرخ ليه؟ عشان اريحك يا كرم، عشان اريحك. اعمل ايه بس وانا شايف الهبل سارح في دماغك ومصممه ان دافنشي ده جن ومش هيخلصك منه غير الساحر بتاعك اللي هيحرقه. كان اعمل ايه؟ كان لازم اساهم في التمثيليه دي عشان تتهدي بقى. تمثيليه؟ يعني انت مثلت عليا الحرق والموت ونظرات عينيك اللي قطعت قلبي، كل ده ليه؟ عشان ايه؟ عشان تهدي يا كرم، عشان تقتنع ان انا خلاص سبتك، حليت عن دماغي. بس ما تسيبيش البيت. ما سيبش البيت؟ انت مش عايز نسيبه؟ لا يا كرم مش عايزك تسيبه. أمال بتطردني بالشكل ده ليه؟ ليه كل شوية بتدوس على قلبي وتدوس في ضميري؟ ليه كل لحظة بتفكرني بالصفقة القذرة بتاعت الكومي؟ انت ما نسيتيهاش يا كارما علشان افكرك بيها؟ لا انت واعية كويس قوي اللي انت عملتيه. انت مش محتاجة حد يدوس على جرحك. لما انت عارف ان انا واعية ومجروحة اللي فيا مكفيني، ليه بتدوس عليا زيادة؟ ليه؟ ليه؟ مش بإيدي يا كرم، مش بإيدي. يمكن علشان لقيت نفسي جواكي غصب عني. غصب عني لقيت نفسي مش حاسس غير اللي انت بتحسي بيه. انت بتقول ايه؟ ما انا قلتها لك قبل كده، بس انت يا حبيبتي زمان ما بتفهمنيش. كان لازم تجيب واحد دجال عشان هو اللي يقولها فتحسي وتصدقي. تعرف يا كرمة ايه الحاجة الوحيدة اللي الدجال بتاعك ما كتبش فيها؟ اني عاشق.